السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. أنا عبد اللطيف زمهان، قائد بشركة أوريفلام. اليوم إن شاء الله كما شفتوا في العنوان بغيت نوري لكم طريقة كيفاش كنخدمه في الواتساب والفيسبوك في أوريفلام. بزاف ديال الناس داخلين في أوريفلام ولكن خدامين من ديورهم. اليوم إن شاء الله بغيت نوري لكم الطريقة والسر كيفاش كنخدمه اللي يمكن يستعملها أي وحدة منكم ولا أي واحد منكم. كما قلت لكم كاينين بزاف ديال الناس عندك تليفون وعندك واتساب وعندك فيسبوك دخل لهم، مثلا كاين اللي كيدخل الفيسبوك والواتساب يعني 10 السوايع ولا 12 ساعه ولا 7 السوايع ولا 8 السوايع في النهار، ولكن ما كيستفد منهم والو. داخل الجروبات وداخل لي باج كيدور طالع هابط في الفيسبوك. علاش ما تستغلوش هذاك الدخول ديالكم والخروج ديالكم وداك الوقت ديالكم اللي كنضيعوا في الفيسبوك؟ علاش ما نستغلوش لصالح ديالنا؟ أوريفلام راه دارت لينا بزاف ديال الحوايج زوينين خصوصا في هذه الفتره ديال الحجر الصحي، ولكن حنا راه خدمنا باونلاين اللي كنقولوا ليها، خدمنا بالفيسبوك والواتساب والانستغرام. يعني شحال هذه قبل من هذا الحجر الصحي درنا فيها بزاف ديال الحوايج ودرنا فيها جروبات وصلنا فيها الصالير ديالنا. كنتمنى لاي وحده ولا اي واحد كيسمع هذا الفيديو ديالي ولا كيشوف هذا الفيديو ديالي ياخذ حتى هو المبادره من اليوم ويبدل الافكار ديالو، لان الفيسبوك واحد العالم اللي فيه بزاف 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 ديال الناس، بزاف ديال الشرائح الاجتماعيه كيدخلوا الفيسبوك والانستغرام والواتساب، لان واحد الوسيله اللي هي زوينه وسهله وعند كل شيء. علاش حنا دخلنا لها واستعملناها واستفدنا منها؟ علاش تانتي وعلاش تانتا ما تدخلش وتستفد؟ تانتا دايرين فيها الناس الاعمال ديالهم الحره ولا البيزنس ديالهم من الفيسبوك. كما كنعرفوا ان الفيسبوك دابا كيدخل ليه الملايين ديال الناس، وما كاينش اللي ما كيدخلش للفيسبوك دابا. يعني حتى الدراري الصغار كيدخلوا دابا وحتى الكبار راه عندهم فيسبوكات. يعني كاين اللي داير جوج الكونتات وثلاثه واربعه، ولكن حنا غادي نستهدفوا الناس اللي عندهم اللي باغيين يخدموا من ديورهم، والناس اللي باغيين يغيروا حياتهم، والناس اللي باغيين يحققوا الاحلام ديالهم كما حقناهم حتى حنايا. وتانتي من حقك الا باش تدخلي معنا وتانتي باش تشاركي معنا. يكفي انه فقط يكون عندك الصفحه، تكون عندك الابليكاسيون ديال اوريفلام اللي هي هذه، اللي ملي كتسجلي راه كتكون عندك. ملي كتعمري المعلومات ديالك باش كديري لانسكريبسيون معنا، يعني كتسجلي معنا، غادي نخلي لكم اللين ديال التسجيل اللي بغات تسجلي باش يكون عندها ابليكاسيون ولا التطبيق ديال اوريفلام. راه غادي نخلي لكم اللين ديال الانسكريبسيون بعد التسجيل مباشره، ولا نخلي لكم الواتساب ديالي باش تواصل معايا مباشره باش نشرح ليها. ويكفي ايضا انه تكون عندك الكونت ديال الفيسبوك، هو الفيسبوك ديالي انا اللي بغا، ولا لاباج ديالي انا اللي بغا يتواصل معايا، ولا اللي بغا يشوف لاباج ديالي كيفاش كنخدموا فيها. فيها بزاف ديال يعني بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال التصاور، بزاف ديال لي بوستير، بزاف ديال لي فيديوهات اللي كنخدموا بهم مع بزاف ديال الناس. تانتي من حقك باش تاخدي هاد المبادره، وتانتي من حقك باش تغيري احلامك وباش تغيري باش عفوا باش تحقق احلامك وباش تغيري حياتك. كاين وسيله اللي هي سهله كيخدموا بها بزاف ديال الناس من ديورهم، الناس استغلوا فيها هذا الحجر الصحي اللي كيعيشوا العالم كله، استغلوا فيه الناس ودايرين فيها جروبات وكيجيهم الصالير اللي هو خيالي. اوريفلام راه ما توقفاتش في هذا الحجر الصحي، راه ديما خدامه رغم ان هاد الظروف اللي كنعيشوها في العالم. هو الايه مثلا القصه ديالي انا كنحكيها في لاباج ديالي اللي بغات تدخل باش تشوفها، هي النمره ديالي اللي كتبان هنايا 0608540010 اللي بغات تدخل معايا واللي بغات تواصل معايا باش نشرح لها اكثر على الطريقه. كاينين بزاف بزاف ديال الناس كندير دورات تكوينيه مجانيه فابور كل نهار، كل ليله كنديرها الناس جداد اللي باغين يدخلوا معايا. علاش ما تكونيش تانتي وحده من هاد الناس باش تستغلي الفيسبوك اللي كدوزي فيه الاكثريه ديال وقتك؟ ما شاء الله الاكثريه يعني 95% ديال وقتك ولا ديال النهار ديالك كدوزيه في الفيسبوك. علاش ما نستغلوش الصالح ديالنا؟ راه الفيسبوك راه فيه بزاف بزاف
ما يداروا فيه بزاف ديال الخدمه وداروا فيها الناس بزاف ديال الفلوس كما درناهم حتى حنايا، ودرنا فيها الجروبات ديالنا ودرنا فيها المشروع ديالنا الخاص. علاش ما ديريش معانا التانتي؟ الواتساب ديالي ديما محلول 24 ساعه على 24. لاباج ديالي ديال الفيسبوك راه وريتها لكم، غتبان لكم الصفحه، غتبان لكم النمره ديالي دابا على الواتساب، وغتبان لكم اللين ديال التسجيل. كما قلت لكم فقط تكون عندك تسجيل، يكون عندك لاباج ديال الفيسبوك ولا الصفحه ديال الفيسبوك، البروفيل ديال الفيسبوك ولا الانستغرام. حتى الناس ديال الانستغرام ماشي مشكل، حتى هما غادي نخدموا معاهم الطريقه ان شاء الله كيفاش غادي يكون الفريق ديالهم وكيفاش غادي يغيروا حياتهم، وكيفاش بزاف ديال الناس غيروا حياتهم مع اوريفلام من الفيسبوك. من الفيسبوك فقط. انا عبد اللطيف زومان، قائد بشركة اوريفلام، عندي فريق كبير الحمد لله من جميع مناطق ديال المغرب. عندي سيدات، عندي عيالات تبارك الله عليهم، طموحات ناجحات، قائدات قويات تبارك الله عليهم، وصلوا حتى هما غير من الفيسبوك ومن الانستغرام ومن الواتساب ديالهم، استطاعوا باش يديروا الفريق ديالهم ويوصلوا الصالير ديالهم اللي وصلوا ليه بزاف بزاف ديال الناس. ما تنساوناش الدعم ديالكم باللايك والاشتراك في القناة، واللي بغات تواصل معايا واللي بغات تشارك معانا واللي بغات تخدم معانا حتى هي من دارها مرحبا بها، انا دائما في الخدمة، غادي نشرح لها جميع التفاصيل. والسلام عليكم ورحمة الله.